وسط ضباب كثيف لا يكاد يبين، تخترق السيارة جبالا وعرة التضاريس قاسية الملامح كقسوة حال أهلها القاطنين بها والمتشبثين بأرض لم ينالوا ثمار تنميتها بالشكل المطلوب. نحن في قرية إغران الجبلية الصغيرة التابعة لجماعة تمروت بإقليم شفشاون. المكان هو المكان، إلا أن الزمان مختلف. حتى رهبة المكان تختلف هذه المرة بعد عام على حدث أيقظ روح الطفولة. تنعم ساكنة الدوار بهدوء لم يعكر صفوه سوى مأساة وحدت قلوب ملايين البشر. إلى حين سقوطه في الجب الضيق لم يكن الطفل الراحل ريان ذو 5 سنوات قيد حياته أكثر من وردة عطرة أطفت رحيقا خاصا على بيت والديه. مع حلول أول أيام شهر فبراير 2022 سقط الطفل ريان في ثقب مائي بعمق يفوق 30 مترا. فجأة تنقلب حياة الأسرة الصغيرة رأسا على عقب، ومعها حياة الجيران بل حياة جميع المغاربة، وكأن العالق في البئر الضيقة ابن المغاربة جميعا، وكأن العالم كله عالق في تلك الحفرة. أيام مرت وجهود التنقيب والحفر تكثفت، صار دوار إغران مقصد كبريات وسائل الإعلام الوطنية والعالمية ومهوى قلوب وعقول ملايين البشر عبر العالم. أكيد نستحضر الذكرى السنوية لقضية الطفل ريان، هذه المأساة التي شغلت العالم، التي أحزنت العالم وأبكت العالم. شهدنا تضامنا واسعا ومؤازرة لذوي الطفل ريان، لعائلته، لوالديه من مختلف أقطار المغرب، وأصداء هذه القضية تخطت كل الحدود. وأكيد شهدنا العديد من الدول التي تفاعلت مع الخبر، وكبريات القنوات الإعلامية الإخبارية شهدنا كيف كرست وخصصت تغطيات مفتوحة لمواكبة هذا الحدث. أكيد كانت تجربة قاسية علينا كإعلاميين. شخصيا يعني تنقلت في اليوم الموالي، اليوم الذي تلا سقوط الطفل ريان في الحفرة هناك بمنطقة إغران، كان استنفار أمني وكان استنفار إعلامي صح القول. العديد من الزملاء من منابر إعلامية محلية رسمية، كانت أكيد صحيفة هسبريس حاضرة في عين المكان، وأنا بدوري كصحفي بقناة ميديا أن تي في يعني قمت بمراسلات مباشرة منذ حلولي بمكان وقوع الحادث. يعني حاولنا ما أمكن أن نحيط بمختلف جوانب هذه القضية، أن نميط اللثام على عملية الحفر، على التقنيات المستخدمة في عملية الحفر، كذلك الخطة المتبعة من طرف المهندسين والطبوغرافيين والمختصين الذين كانوا حاضرين بعين المكان. وشهدنا كيف واصل هؤلاء الخبراء الليل بالنهار من أجل تشييد تلك القناة الموازية، بداية يعني الحفر بشكل عمودي ثم المراحل الأخيرة يعني بعد الشروع في تشييد النفق العمودي من أجل الوصول إلى الطفل ريان وإخراجه من إخراجه من تلك الحفرة. يعني كانت تقنيات دقيقة جدا، كان حرص من طرف الأطقم الحفر لكي لا تكون الكارثة كارثتين، لأن كانت طبيعة الحال العملية محفوفة بالمخاطر. كان ممكن لا قدر الله أن يعني أن يقع ما لا يحمد عقباه، يعني ممكن أن يكون انهيار للأتربة بالنظر إلى الخصائص الطبوغرافية والجيولوجية هناك للأتربة. كانت العملية حساسة جدا خصوصا في المراحل الأخيرة، وشهدنا كيف تم التخلي في المراحل الأخيرة عن الآليات والجرافات
لتفادي الاهتزاز، وكان يعني الاستعانة بآليات حفر يدوي بتقنيات دقيقة جدا، والاستعانة بصهريج حديدي لحماية العاملين هناك لكي لا تتفاقم هذه الأزمة وأن تصبح الكارثة، يعني تصبح أن تقع كارثة ويصبح الأمر أكثر تعقيدا، خصوصا يعني شهدنا الحشود التي توافدت على مكان وقوع الحادث والتي حرصت على الاقتراب أكثر بأكثر لمعاينة عملية الحفر عن كثب، وكانت المسألة محفوفة بالمخاطر. اليوم وبعد عام كامل بكثير من الأسى والتأثر، يتذكر أهل المنطقة ريان، يعتبرون أنه لن يغادر وجدانهم، إنه الطفل الأيقونة أو الرمز وفق كثيرين منهم. يعني ريان بيبقى رمز ديال المنطقة، إغرام وتبب الردو ديالنا المغاربة كاملين والعالم، يعني هذا حدث يعني تبعوا العالم، تعاطف مع العالم ديال العالم، والله يرحمه مسكين في هذا النهار. يبدو منزل عائلة ريان مهجورا، إلا من بقايا وأثار لازالت شاهدة على ملحمة إنقاذه. أما الطريق الموصلة إلى مكان البئر الشهيرة فظلت على حالها، سوى أنها تخضع لعمليات توسعة وإصلاح. ريان بيبقى ريان، يعني ميمكنش نساو ريان. يعني كاين منطقة تعرفت يعني خلال تلك الحادث، يعني تعرفت العالم كيعرف دابا منطقة باب برد، ولكن باب برد يبقى باب برد. الحدث شد أنظار شخصيات مرموقة عبر العالم، عزت في وفاة شهيد البئر، كما شدت إليه الرحال طيلة 5 أيام. مسعفون، قوات عمومية، مختصون في الحفر وعلوم الجيولوجيا، إلا أن صوت عائلة ريان رحمه الله لم يكن ليصل إلى مختلف بيوت العالم لولا مجهودات صحفيين وأطقم إعلامية وصلت الليل بالنهار مرابطة بالمكان رغم قساوة الجو والتضاريس. هذا غيد من فيض شهاداتهم. يعني كانت تجربة إنسانية قاسية جدا علينا كإعلاميين، يعني واصلنا الليل بالنهار هناك بمنطقة يعني تتميز بظروفها القاسية على المستوى المناخي. يعني من المفروض، أريد أن أقول لحسن الحظ، لم تكن هناك تساقطات ثلجية ولا تساقطات مطرية، لأنها كانت ستزيد المسألة تعقيدا، ولكن بالرغم من ذلك كان برد قارس، وأكيد كانت ظروف قاسية من ناحية المؤونة، من ناحية المبيت، يعني كنا نبيت بالسيارات ولم تكن هناك دورات مياه، وحتى على المستوى الطاقة يعني من أجل شحن بطاريات الكاميرات أو الهواتف إلى غير ذلك، كنا فقط نستعين ببعض الساكنة هناك بالجوار، تكرموا وتفضلوا علينا بذلك. لكن كانت هناك ظروف قاسية جدا، خصوصا أنها لم نكن نعلم أين يعني ومتى ستنتهي هذه العملية، ومتى سيتم انتشال الطفل ريان. كانت تجربة مريرة جدا، مأساوية، لكن اكتسبنا منها كإعلاميين الشيء الكثير. طبعا كنا نمني النفس، كانت لدينا أمال، كنا نمني النفس بأن يتم إخراج الطفل ريان سالما وإعادته لحضن أبويه، وأن تكون نهاية سعيدة، لكن قدر الله ما شاء فعل.